شعنينة أونلاين وكنائس خالية من المصلين. في تجمهر الناس وصخب هتافهم دخل ذات يوم رب المجد الإله المتجسد محافل البشر ونظر إلى قلوبهم قبل وجوههم، ورغم هتافهم هو شعن لابن داود إلا أنه عرف رياءهم. من صاحوا بأعلى حناجرهم له مجد، هم ذاتهم بعد أيام سوف يصرخون اصلبه اصلبه، ليس لنا ملك إلا قيصر. على مر السنين ومنذ آلافها احتفل شعب الرب المسيحي في كل مكان بذكرى دخول يسوع المسيح إلى أورشليم، مدينة السلام والحب والوئام، وعبروا عن ذلك بزياح سعف النخيل وأغصان الزيتون. وتجمهر المؤمنون من كل فج وصوب وصلوا متضرعين لرب المجد العظيم أن يدخل قلوبهم كبيوتهم ويحل فيها، إلا أننا وبحسب علمنا لأول مرة في تاريخنا المعاصر لن نصلي أحد الشعنين ولا الأسبوع العظيم المقدس، كما عيد الفصح أيضاً في كنائسنا بسبب تفشي الوباء اللعين، بل نحتفل به اليوم كل من كنيسته القلبية البيتية كما في دياميس عصور الاضطهاد، إلا أن اضطهادنا اليوم ليس من لحم ودم بل من لعنة شيطانية جديدة تسمى كورونا. لن يمر في هذا العام موكب الظفر حاشداً كسالف الزمان، ولن يصافح الأحبة بعضهم بعضاً مهنئين بالعيد، إلا أن سلام المسيح ليس في هذا فقط بل وبالروح أيضاً. نردد اليوم مع بولس الرسول شكراً لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين نصلي اليوم، كيف لا والكنيسة عبر الأثير سوف تسمع في كل بيت هو شعنا بالأعالي، لأن يسوع نفسه سوف يزورنا بالتأكيد. فعين المؤمن ترى العجب العجابة في إعجاز الإيمان. تصلي اليوم الكنيسة إكليروس منفردة وتحمل في جوهرها كل مؤمن بالشوق قد تغذى إلى حين تتم مشيئة الله على الرجاء قريباً. نردد: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك.